حول هذا الحديث من تونس مفادتنا ابتسام حجاج. ابتسام، ما أفاق هذا الحديث عن مكافحة الفساد؟ هل ترون يعني تطبيقاته الآن على الشارع التونسي أم لا؟ نعم ماجد، فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب فقد تم إصدار استراتيجية أولى ما بين سنتي 2016 و2019 واستراتيجية جديدة ابتداء من 2020 يتم العمل عليها. إذن فرئيسة الحكومة نجلاء بودن قد عقدت سلسلة من التشاورات واللقاءات مع مجموعة من المسؤولين التونسيين، سواء كان ذلك بالنسبة لمكافحة الإرهاب وكذلك مجالات أخرى. فأمس التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن بنائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وشددت بودن مثل ما قلت على ضرورة وضع استراتيجية وطنية وكذلك توحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف. رئيسة الحكومة نجلاء بودن أكدت كذلك ضرورة التوصل لمجموعة من الخطط الجديدة والمتطورة والفعالة بهذا الشأن، ونوهت بالعمل الذي قامت به اللجنة فيما يخص الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب. هذه الخطة الوطنية يتم حاليا تحيينها ومراجعتها، وذلك وفقا لمتطلبات الوقت. طيب. وكذلك بإشراك مجموعة من الفاعلين الآخرين. من تونس مفادتنا ابتسام حجاج، شكرا لك.